يوم مميز في مدينة صفاقس بإشراف السيد الوالي لإمضاء اتفاقية تمويل مشروع في إطار برنامج المبادرة الجهوية للتنمية الاقتصادية المستدامة، باعتبار ولاية صفاقس هي من ضمن 8 ولايات، واليوم الحقيقة أول ولاية اللي توصلنا للمرحلة هذه، وخاصة كون ولاية صفاقس بمنظومة شبكة هياكل المساندة والمنظمات المهنية بشراكة مع الإدارة وكل الهياكل المعنية توصلوا لضبط معناها زوز منظومات اقتصادية هامة اللي هما يتكاملوا ويندمجوا مع بعضهم، اللي هما يتعلقوا بالتكنولوجيا، استعمال التكنولوجيا المتطورة في الصحة، وكذلك تطوير الصناعات المعدنية والميكانيكية. واليوم الحق باش نمضيوا الاتفاقية هذه بين المندوبية العامة كطرف ممول ومؤطر للبرنامج ومع القطب التكنولوجي بصفاقس لإنجاز معناها مشاريع في هذا الإطار بكلفة جمهورية تقارب معناها 1.7 مليون دينار. وإن شاء الله بالاتفاقية هذه اللي مدخلنا لمرحلة الإنجاز الفعلي لبرنامج إرادة اللي عنده عديد المكونات الأخرى تندرج في إطار معناها تنشيط القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص وتوفير معناها وسائل إضافية باش القطاع الخاص ينجم يحقق الأهداف المرسومة ليه ويساهم بكيفية كبيرة في دعم العمل التنمية على المستوى الجهوي ودعم مجهود الدولة في هذا الإطار. فقط على المستوى الجهوي هي ترمي خاصة لإرساء وتركيز معناها مركز للامتياز التكنولوجي في إطار القطب التكنولوجي اللي هو في إطار باش يكون المختصين والمهندسين عندهم الفضاء متاع الموارد البشرية اللازمة والتجهيزات المتطورة اللازمة لمعناها اقتراح عديد المشاريع اللي تدخل في إطار معناها استعمال التكنولوجيات المتطورة الكهربائية والإعلامية في المجال الصحي. اليوم القطب التنموي باش يكون هو حامل هذا المشروع بطبيعة الحال بالتنسيق مع برنامج إرادة. برنامج إرادة كما تعرفوا اللي ولاية صفاقس منخرطة فيه، وهذا البرنامج انطلق منذ سنة 2016، والحق هنالك فريق متميز يعمل في إطار هذا البرنامج وقرب بين الصناعيين وبين الباحثين ومع الجامعة أيضا، وهذا نقطة إيجابية تحسب لفائدة ولاية صفاقس، علما وأنه أول مشروع يتم إمضاؤه في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج إرادة اللي منخرطة فيه 8 ولايات.